قوة كبيرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في الوصول لمنطقة وسطى لفك حالة التوتر السياسي في البلاد والخروج من عنق الزجاجة تحتاج لقدر كبير من الحكمة والتقدم خطوات نحو الآخر ومن ثم ملء الفراغ الدستوري. إعلان عدد من الأحزاب السياسية عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية وإتاحة الفرصة لذوي الخبرة والكفاءة في تشكيل الحكومة المدنية ربما يجنب البلاد الدخول في محاصصات حزبية تزيد من حالة التنافر بين القوى السياسية عقب نجاح الثورة السودانية، مشيرين إلى ضرورة دعم المجلس العسكري حتى العبور إلى فترة التحول الديمقراطي. فنحن من هذا المنطلق نقول إن المجلس العسكري يكون على رأس هذه الفترة سيادة للدولة إلى أن تتفق القوى السياسية والثورية على تدابير الحكم الانتقالي كاملة، سواء كان مجلس السيادة أو حكومة مدنية تنفيذية أو مجلس تشريعي انتقالي، كلها أجهزة ينبغي أن يحدث عليها توافق وطني واسع. وفي الأثناء قدمت قوى سياسية رؤيتها للمجلس العسكري والتي تمثلت في شكل الحكومة المدنية الانتقالية ومهامها الأساسية في تحقيق السلام الشامل ومحاربة الفساد وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وإعداد ميزانية الفترة الانتقالية وبناء علاقات خارجية متوازنة بلا محاور، فضلا عن الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة. رأينا بأن مؤسسات الدولة يجب أن تكون المجلس الرئاسي بعد الاتفاق على شكله ثم مجلس الوزراء، ونرى بدلا من قيام جهاز تشريعي آخر أن يتم التشريع واسط المجلس التشريعي المجلس الوزراء مع المجلس السيادي. ويرى البعض ضرورة التوافق بين مكونات الشعب السوداني في مختلف القضايا الوطنية التي خرج من أجلها المواطن السوداني والتشاور حول مستقبل المرحلة الانتقالية دون إقصاء لآراء الآخرين. مصطفى بكري لقناة طيبة الخرطوم.